أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. تابعنا خلال التقرير السابق تفاصيل عن ضيفتنا الكريمة بالاستوديو، وسنتطرق معها خلال حلقة الليلة للكثير من المواضيع الشيقة حول أساليب البحث العلمي في دولة الكويت، وعن تكنولوجيا النانو ودور معهد الكويت للأبحاث العلمية في دعم العلماء والباحثين. ومعنا في الاستوديو المتخصص في تقنية النانو وباحث مشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة بدرية الهليلي. دكتورة بدرية، حياك الله في برنامج بانوراما تنموية. شكرا، شكرا على الاستضافة الكريمة في البرنامج. في بداية البرنامج أود أن أشيد بدور القيادة السياسية وشكر لهم، ممثلة بسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل على دعم الكوادر الوطنية، وهي أحد الركائز المهمة في تطوير رأسمال البشري من ضمن خطة التنموية الدولة التنموية. وبالتأكيد إحنا ككوادر وطنية سعيدين في هذا الدعم، لأن هذا الدعم يعطي الكثير من الحافز في كثير من المجالات العلمية والعملية للتطوير والبناء لكويت جديدة بإذن الله. كما أن أود أشيد بالدور الإيجابي والمتميز والجبار لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على دعمه، وهو في مقدمة داعمين لإنجازات الكوادر الوطنية، وبهذا الشيء يعطي تحفيز معنوي جبار للكثير منا ككوادر وكفاءات وطنية في الكويت. ونتمنى إن شاء الله في الفترة القادمة راح يكون في تطوير متميز لخطة الأداء التعليمي، وأيضا رفع المستوى الكوادر الوطنية واحتواء المزيد من فرص العمل للكثيرين في المجال العلمي. إن شاء الله بهذه الخطة المتكاملة راح تحقق الخطة السامية بإنشاء الكويت كمركز مالي وتجاري، وإن شاء الله كويت جديدة بإذن الله. إن شاء الله القيادة السياسية دائما ما تدعم دائما الشباب والطاقات الشبابية، وكذلك هناك دعم مستمر للتنمية في البلاد والاعتماد على الكادر الوطني، وأيضا الرؤية المستقبلية للكويت جديدة 2035، وأنتم يعني طاقات شبابية وطنية تستاهلون مثل هذا الدعم. دكتورة بدرية، دكتورة بدرية، في البداية حدثينا عن النانو تكنولوجي. ما هو النانو تكنولوجي يعني، وما هي استخداماته؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ متى بدأ يعني تداول هذا المصطلح؟ علم النانو تكنولوجي هو من العلوم اللي أقدر أقول لك راح يبدأ يكون هو علم معاصر في الفترة القادمة، يعني راح لأنه يدخل في كثير من المجالات. معنى النانو هي سكيل، مثل السنتيمتر المتر، هو سكيل مصغر اللي لا يرى في العين المجردة، يعني مواد أو أجهزة تصمم ولا ترى في العين المجردة، يتم تصنيعها وتطبيقها عن طريق استخدام ميكروسكوب عالي الدقة إلكتروني. الفكرة النانو تكنولوجي هي اسم، هي ليست علم، هي تقنية علمية تدرج في كثير من المجالات العلمية ولها فائدة كبيرة. من أهم الخواص في علم أو سوري تقنية نانو تكنولوجي أنها تساعدنا على دراسة المادة. طبعا الحجم الطبيعي للمادة تمشي عليه القوانين الطبيعية اللي احنا اوريدي درسناها في من أيام الثانوية، ولكن لو صعدنا أو المستوى المتقدم اللي هو في علم النانو، النانو ندرس خواص المادة سواء الفيزيائية والكيميائية هم الحيوية، ولكن بالسكيل المصغر، فتكون هناك خواص مختلفة عن الخواص اللي كانت في الحجم الطبيعي. دكتورة، يعني لماذا احنا نركز على تقنية النانو يعني ودراسة الأشياء متناهية الصغر؟ ما السبب يعني الذي يدفع يعني العلماء والباحثين إلى مثل هذه التكنولوجيا والبحث فيها
ادق من مثل ما تقولين ماي بالمايكروسكوب الواحد يشوفها. يعني شنو يعني طبيعه الاشياء هذه التي يعني يهتم بها الباحثون الى هذه الدرجه؟ لان التقنيه هذه ساعدت في حل كثير من المشاكل العلميه، من تحسين الخواص الفيزيائيه للمواد، تحسين الخواص الكيميائيه، التطور العلمي اللي انت قاعد تشوفه قاعد يصير في الاجهزه في المواد، هذه كلها بسبه النانو. فلما ندرس الخواص ونسعى الى تغييرها بطريقه علميه ذكيه طبعا، كان الإنجازات والعوائد اللي قاعد تصير كثير من الابتكارات. فبالعكس التقنية جدا مهمة، وأعتقد أن المحتوى هذا تلقاه يدرس فيك كل تقريبا أقدر أقول لك 80% من الجامعات الأوروبية والأمريكية والعالمية تبنت النانو في تخصصاتها، وأيضا يدرس حتى في مدارس الثانوية ومدارس التربية. في الوقت الحاضر حاليا كثيرا ما نسمع عن النانو تكنولوجي والحديث عنها يكثر في العالم، يعني العالم الافتراضي في كما نقرأ في اليوتيوب وتويتر وما إلى ذلك. وأيضا هناك اهتمام كبير بدأ يعني في دول الشرق الأوسط يعني لهذه التكنولوجيا. البحث في هذه التكنولوجيا يرتكز على علوم معينة، ما هي العلوم المرتبطة بعلم النانو تكنولوجي؟ النانو بحد ذاته تقدر تقول شبكة علوم، لأن لما أنا أدرس خواص المادة، المادة نفسها إحنا لما ندرس شنو ندرس في النانو؟ إحنا ندرس الأتومز الذرات، ندرس التركيب البلوري للذرة، ندرس الخواص الفيزيائية الكيميائية السطحية الضوئية الكهربائية، كلها هذه قاعد كباكج قاعد تغير لما أنا أنزل إلى مستوى النانو، سواء في التصنيع أو في زراعة هذه المادة عندنا في المختبر. فالفكرة لها أنك أنت هنا قاعد تحاول، قاعد أقول لك أنك تدرس المواد. مثلا أنت تشوف معدن الذهب شنو لونه؟ لونه أشوفه أصفر. أصفر. في النانو نقدر إحنا نسميها نانو بارتيكلز، اللي هي جزيئات النانونية الذهب، نانو بارتيكلز. فهذه الجزيئات مالت الذهب يعني القطر مالها كل ما يختلف مع الإشعاع الضوئي يعطي لون ثاني، يعطي لون الأحمر، يعطي لون الأخضر على حسب لون القطر، فتغير اللون، فالخواص قاعدة تتغير. فنفس الشيء في الفضة، في المعادن، فكل الخواص التغير، وإحنا نقدر ندمج حتى معدنين مع بعض يعطيني خاصية ثانية. يعني مثلا أنا أبي معدن يكون ماغنت مغناطيسي، بس المعدن أنا اللي عندي مثلا مو مغناطيسي، فإحنا ممكن نسوي عليه كوت أساس أخليه في خواص مغناطيسية. يعني هذا دكتورة أنت تتكلمين أنه مرتبط بالعلوم، شبكة علوم، شبكة علوم يعتمد يعني أساسا على ماذا؟ على الكيمياء، على الفيزياء، كله ميكس العلوم مرتبطة. بس الأساس القوي لك في النانو عشان تكون أنت نانوني منقول مثلا لازم فيزياء وكيمياء، الخلفية العلمية لك حيل قوية يعني عشان تفهم. ينطلق من هذا تقريبا من هذه المادة. وإذا كنت بتدخل مجال بيولوجي يكون عندك الخلفية الحيوية. فبس الأساس القوي لأي متخصص في النانو اللي هو يكون إنه وايد متمكن بالمادة العلمية من الكيمياء والفيزياء. دكتورة يعني هناك تطبيقات لهذا العلم، علم النانو تكنولوجي، ما هي أهم هذه التطبيقات وكيف استفاد منها الإنسان؟ راح أشرح لك كذا وحدة. في المجال اللي نقول الطبي، النانو أنا ممكن أحقن الجسم بمادة الذهب النانوني، طبعا جزيئات البارتيكلز الذهب، فعند الإشعاع على جسم الإنسان أحدد مكان الأماكن، اسم الله عليك، الكانسر. زين، فأحدد أماكن الكانسر وين موجودة. نقدر نقول هني ساعد في. لأنه معدن الذهب نقدر إحنا نتحكم في سطحه بحيث إني أحط فيه مثل أنتيجين يرتبط في الخلية السرطانية، فعند تفاعل يصير بين الجزيء النانوني اللي أنا already fabricated سويت له fabrication
مع الخلية السرطانية، بالتالي متعرض الجسم إلى إشعاع راح يبين لي أنا في هذا الجسم وين الأماكن اللي أعطتني اللون الأحمر الأخضر، يحدد لي الألوان، فأعرف إن هذه الأماكن اللي صار في هني في كانسر، هني في كانسر، هني في انفكتد أريا، يعني هذه وحدة. أيضا هذا في المجال الطبي. لا بعد وايد في أشياء يتشعب. يعني المجالات يعني. إيه إيه طبية وغير طبية. كل شيء راح أقول لك يعني. فهذا في المجال الطبي ممكن أنا أهم من أغير في تصنيع المواد اللي تستخدم في العمليات. في سكيل أذكر اللي الروبوت، هذه المواد التعقيم مالها، الباكج مال الأدوية، هذا المجال الطبي. مجال البيئي إني أنا أدخل في تقنية الفلترة للهواء والماء والغذاء وأعرف سمية الأكل وسمية يعني هذه الأشياء تفصيلية. المجال العسكري ممكن ألبس العسكري لبس في الخلايا الشمسية يصنع بحيث إنه لو كان مفقود يقدر يحصل على كهرباء من الشمس في السوت ماله، أو ممكن من الحركة عزك الله الجوتي، الحركة أحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية في النانو، فبالتالي يقدر يسوي تشارج حق تليفونه عسكري. في الطيران أنا ممكن أسوي كود حق الطيران وأز يعني حق خوذة الطيار تدخل في تصنيع النانو. أهم في المجال أقدر أقول لك البناء نفسه، هم المواد احنا ندعمها بحيث نسوي كوتنج على المواد اساس ما يصير لها صدى او الطلاء يقعد عمر اطول. يعني في وايد مجالات متشعبه في كل مكان، عده ومتشعبه في كل شيء. طيب دكتوره، الحين هذه المجالات اللي تحدثت عنها، مجالات طبيه، مجالات علوم الفضاء، مجالات يعني العسكريه، هذه المجالات كم نسبة يعني دخول النانو، تقنية النانو فيها من الواقع الذي كان قبل ظهور تقنية النانو؟ يعني كم يشكل بالنسبة بالمئة؟ لا تقريبا الحين التطور الحديث نسبة كبيرة، نسبة كبيرة يدخل يعني أقدر أقول لك في التصنيع من الأساس. من الأساس أنت قاعد تصنعه بالسكيل مال النانو حق المواد اللي أقول لك تستخدم فيها تقنية النانو. إيه من الأساس أنا أصنع في تقنية النانو، يعني مو شيء قديم وأنا عرفت. إيه حديث. لا أنت تحدث المادة القديمة، تحدثها، تدخل معاها مواد نانونية، تغير تصنيعها فتختلف. طيب هذه التقنية يعني مفيدة على جميع المستويات لجميع المجتمعات طبعا، وللبشرية بشكل عام وللطبيعة وللبيئة. لابد أن يكون هناك بعض العقبات أو بعض الصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال للوصول إلى نتائج ملموسة ونتائج يعني تكون يعني إيجابية للمجتمع. هل هناك صعوبات في هذا المجال بالكويت ولا بشكل عالمي؟ أي بشكل عام العقوبات الكبيرة إن تكلفة الأجهزة اللي نستخدمها عشان توصيف المواد بعد العملية البحثية غالية جدا، ودائما تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى كادر معين لمتابعتها ولصيانتها. هذه واحدة من العقوبات. على المستوى المحلي عدد المتخصصين في النانو وايد قليل، وإن شاء الله أنا أتوقع بالسنوات القادمة يزيد عدد الباحثين والمتخصصين في مجال النانو في الكويت إن شاء الله. دكتورة راح نستكمل الحديث معك الحين بس، لكن بنطلع إن شاء الله في تقرير الحين عن برنامج سهل الحكومي، وهو برنامج يعني كان هو معروف يحتوي على العديد من الخدمات المتخصصة في مجال خدمة الوطن والمواطن. نشاهد معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن برنامج أو تطبيق سهل الذي قدم خدمات إضافية جديدة خلال هذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام نرحب بكم من جديد، والدكتورة بدرية الهليلي المتخصصة في تقنية النانو والباحث المشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وسوف نتحدث معها الآن عن معهد الأبحاث العلمية. دكتورة، معهد الكويت للأبحاث العلمية له العديد من الجهود في دعم الباحثين، حدثينا عن هذا الدعم الذي يقوم به المعهد للباحثين ويعني
يعني التسهيلات التي يقوم بها المعهد؟ الحمد لله بفضل القيادة السياسية، الدعم اللي حصل عليه المعهد دعم جدا ممتاز، خصوصا في حصول الباحثين على الدعم المالي لبعض البحوث والحصول على بعض النتائج للحصول على دعم أكبر في مشاريعهم. كذلك يدعم المعهد الكثير منهم في تقديم دورات متميزة للمتخصصين، المشاركة البحثية محليا وإقليميا. فالمعهد دائما يعني ما شاء الله تبارك الله كأنه يعني يونت وحدة، يعني شبكة تعاونة. ما شفت يعني عرفت يعني إنه باب واحد يقول لك أغار من أحد، لا بالعكس أحس إنه يعني متعاونين، فريق واحد يكمل الثاني، واحد يفرح للثاني، وهذا شيء يعني الحمد لله. إحنا بالنسبة للباحثين يعني استقطاب الباحثين، هل المعهد هو من يقوم باستقطاب الباحثين، أم أن الباحثين يعني يفترض بهم التسجيل في المعهد؟ يعني كيف تتم الطريقة؟ يعني إذا واحد باحث في مثلا في مجال علمي معين، هل يكون هناك اتصال مباشر بينه وبين المعهد، ولا يعني في تقديم رسمي؟ بالنسبة شوف، إذا الباحثين والمهندسين المتخصصين في المعهد طبعا هذول حاصلين أوريدي عندنا على الدعم، وإحنا الحمد لله مع خطة التنمية إحنا نطور الشباب والمهندسين بحيث أنه يشاركون في الكثير من البحوث والمنشورات، وبإذن الله يعني لما يرسلون في بعثات يكونون على قوة بحثية متمكنة وتساعدهم في الريسيرش والبحث العلمي فيما بعد. كذلك إحنا حتى عندنا في المعهد لما نقدم مشروع يراجع من قبل لجان متخصصة تفيد في تطوير هذا المشروع بحيث أنه يفيد هذا المحتوى لدولة الكويت وللمعهد ولسمعة البحث العلمي في الكويت. هذه اثنين. ثلاثة، لما إحنا يكون عندنا باحثين من خارج المعهد بالعكس إحنا ندعمهم، خصوصا إحنا ندعم الشباب. هنا السؤال يعني كيف يتم الاتصال في هذا؟ بطريقة طبيعية، طبيعي يتواصل مع الدكتور في القسم، يعني هو مثلا يحب في النانو، يحب في الطاقة المتجددة، يتواصل مع القسم نفسه، سكرتارية القسم، يتعرف على بسيطة طبعا، ويتعرف على الدكتور، مشات بينه وبين الدكتور، تبدأ الميتينغز، يبدأ يتعرف على الجروب الأكبر، وتصير مشاركة بينه وبينهم. وإحنا بالعكس إحنا عندنا أكثر الباحثين أو بعضهم يجونا من جامعات، أنا عندي طبعا في من جامعة مصر، في عندنا هي من جامعة الكويت، يشاركون معنا في المشاريع ويستفيدون، نشرف على رسالتهم. بالنسبة لطلبة الثانوية يعني وأنا بعد الثانوية، يعني هل هناك دورات معينة يقوم بها المعهد لهذه؟ في دورة اللي هي نص السنة عندنا، الدورة الربيعية وفي الصيفية، ودائما نسعى في المعهد أن نختار مواضيع شيقة ومع الترند البحثي العلمي يستفيدون منها الطلبة في مشاريعهم في المستقبل. طيب أنتم في المعهد الآن ما هي المشاريع ولا المبادرات التي تعملون عليها لخطة التنمية 2035؟ هل هناك استراتيجية معينة تمشون عليها الآن؟ والله الخطط كثيرة عندنا في المجال موارد البحار، في عندنا في الثروة السمكية. تتحدثين دكتورة عن النانو؟ لا تتحدثين أنت عن الخطط القصيرة المدى ولا الخطط الاستراتيجية بعيدة؟ لا حاليا أنا قاعد أقول الخطة هذه العامة اللي موجودة، يعني عندنا مشاريع كثيرة تدخل في هذا. بالنسبة للنانو احنا عندنا هم تطوير تقنية للفلاتر هذه بياية، وتقنية هم تنقية المياه، فهذه من ضمن المشاريع اللي مقدمة لسنة 2000 يعني للسنوات القادمة. السنوات القادمة أي. يعني سوف يتم الانتهاء منها واستخدامها على أرض الواقع. أي طبعا، وطبعا دعم المعهد هم يركز على الركائز المهمة في التنمية، فعندنا كثير من المشاريع مركز فيها المعهد. ما هي أهم هذه المشاريع التي يعني تبناها المعهد ويعني ركز عليها في هذه المرحلة ويرى أن لها مستقبل واعد؟ عندك بالنسبة للمشاريع اللي يساهم فيها من ضمن خطة التنمية اللي هي المعيشة المستدامة، فعندنا مشروع الشقاية للطاقة المتجددة، كذلك تنقية المياه بالطاقة المتجددة، في عندك تنوع الاقتصاد
والسعي الاستغناء على عائدات الموارد النفطية، وهذا عن طريق أن راح يكون عندنا مشروع الشبكة الوطنية للمختبرات في نظام موحد، راح يكون عندنا مختبر متنقل لفحص الأغذية، راح يكون عندنا دعم للبحوث في القطاع الخاص، كذلك راح يكون عندنا زراعة مستدامة متطورة للبيئة المستدامة، منشآت متخصصة لأبحاث موارد البحار ومواردها، هذه من ضمن. أيضا يركز المعهد على رأس مال البشري والإبداعي، فإحنا نطور الشباب ونسعى إلى دعمهم بالبحوث والنشر العلمي والإنجاز. وبالأخير أكيد طبعا المكانة العلمية المتميزة الدولية، أن يكون اسمنا كاسم دولة الكويت بارز في البحوث والنشر العلمي. طيب ما هي دكتورة أهمية هذه البحوث العلمية التي تتحدثين عنها، وكيف أيضا يتم تقييم هذه البحوث على المستوى العالمي؟ البحث العلمي وايد مهم، لأنه قاعد يكون هو أساس وركيزة لإنتاجك البحثي اللي أنت نتيجة لمشروعك. طبعا أنت حصلت على مشروع، حصلت على دعم مالي لمشروعك، فبالتالي أنت تعطي كأنه ملخص لمشروعك بقصة مختصرة من بداية مشروعك لتجربتك للنهاية، والتفصيل شنو صار من مادة علمية تشرحها للباحثين العلميين، بحيث يكون عندهم فضول أن يقرون التفاصيل العلمية اللي صارت في هذا المشروع والإنجازات اللي صارت. ممكن حصلت لك براءة اختراع، ممكن حصلت في تميز، هذه شغلة. بالنسبة لتصنيف البحوث، البحوث العلمية دائما تصنف إلى 4 أرباع، من البحث بالربع الأول والثاني والثالث والرابع. ومعهد الأبحاث طبعا إحنا كباحثين دائما نركز على أن تكون بحوثنا العلمية متميزة في الرانك الأول والثاني، الكورتايل الأول والثاني، لأن هذه أهمية مميزة للباحث في إنجازه وسيرته الذاتية، أنه يبين هو على قدرة بحثية وعلمية عالية في هذا التصنيف. في تصنيفه يعني في الأول والثاني يعني. هذا قلت لك إن البحث العلمي أو مجلات علمية. إحنا هنا عن المجلات العلمية. إحنا يعني نسمع دائما عن المجلات العلمية ولا المجلات الطبية. هل في الكويت لدينا أي مجلة أو بحثية أو علمية؟ بس أنا أقول لك المستوى الرانك الكوارتايل نرجع للبحثي ضعيف جدا. ليش؟ لأن ما في نشاط بحثي، لأن النشاط البحثي يساعد على أنه يرفع حمّا النسبة أو مستوى المجلة. فدائما إحنا كباحثين نسعى إلى تكون الورقة محكمة عالميا وليس محليا، فتكون أفضل أنها تحكم بالتحكيم العالمي. بالنسبة للتحكيم العالمي، يعني هل هناك دول معينة متخصصة في هذا المجال، أو مجلات علمية متخصصة في هذا المجال، أم أساتذة، أم جامعات معينة متخصصة؟ لا، المجلات العلمية هي تتبع دار نشر معينة معروفة عالميا. فالمجلة إحنا نختارها وتكون من ضمن تخصص، وبعدين لما نختار المجلة نشوف هي في أي مستوى من البحوث العلمية، في أي صنف من هالبحوث العلمية. بعدين الباحث يقدم عليها، وبعد ما يقدم عليها الباحث ينتظر فترة اللي هي المراجعات والموافقة النهائية عليها، وتنشر المجلة ويكون لها الرقم اللي هو DOI نسميه، اللي هو رقم النشر لهذه الورقة العلمية. طيب دكتورة، يعني الباحث خلال تقديمه لهذا يعني البحث العلمي ووصوله لمجلة علمية، هل يواجه صعوبات يعني معينة، أو أن الأمر سهل، أما اختلاف يعني مثلا قدم بحث علمي سبقه شخص نفس البحث ولكن يختلف عنه قليلا، كيف يوازنون ما بين يعني الاختراعات ولا البحوث العلمية المعينة؟ لا، دائما المحكم لما تهيل الورقة العلمية دائما هو يشوف المشاركين ويشوف في أرقام بالبحث العلمي، يعني يحدد المستوى المتقدمين في نشر هذه الورقة. فبالتالي هم هذه شغلة، وشغلة ثانية قراءة المحتوى يبين إن كان في ابتكارية في المشروع. فإذا كان في ابتكارية والمشروع مقيم أو مقدم بطريقة علمية جدا قوية، بالطبيعي هذا راح يكون يقبله للمراجعين وبعدها للنشر. دكتورة، أنت تخصصتي في مجال يعني شوية صعب، يعني حتى يعني المصطلحات فيه يعني
غير سهلة أن الإنسان يستوعبها بسرعة. يعني أنت درستي بهذا المجال، كيف يعني تم اختيارك لها، وأيضا يعني هذا التخصص، وكيف استشعرتي أهمية النانو تكنولوجي وسلكتي هذا الطريق؟ أنا أيام كنت بالبعثة الباتشلر البكالوريوس كانت بعثتي من بعثات المتميزين، وهي تعتبر من البعثات المتفوقين في التعليم العالي، فكان تصنيفها 3 على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي أثناء دراستي كان عندي فضول في مختبرات، يعني صار عندي فضول شنو هذا النانو شنو هذا، فصار فضول. فسبحان الله بعد عودتي للكويت التحقت في معهد الأبحاث، وكان عندهم أول مركز أو أول تقريبا أول مركز متخصص في بداية تأسيس النانو، وكانوا يسعون إلى تقويته، وكانت توها البداية. في 2009 بدينا، أو 2009-2010، وكنت أنا أول المهندسين المشاركين، وبفضل دعم الباحثين اللي والإنجاز والسعي، وخذيت شهادة من أوكسفورد يونيفرسيتي بالتميز بعد في النانو تكنولوجي. كملت في تخصص النانو في تصميم الأجهزة النانونية الحساسة. نعم دكتورة، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح، والنجاح الدائم والمستمر، ونشوف كوادر وطنية يعني مشابهة لما تقومين به، وأيضا أنت تشرفين على بعض الكوادر الوطنية من الشباب والجيل المقبل. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتورة بدرية الهليلي المتخصصة في تقنية النانو والباحث المشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية. شكرا جزيلا دكتورة على حضورك هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات القيمة عن تقنية النانو. شكرا على استضافتكم، شكرا على البرنامج. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم بعد أن استعرضنا معكم أهم وأبرز الأحداث المتعلقة بالتنمية خلال الأسبوع، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حلقة جديدة من بانوراما تنموية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.